السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة مطبخ حنان الحناني. نتمنى من الله تكونوا بألف خير وبصحة جيدة وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو بمناسبة قدوم الضيف العزيز على قلوبنا كاملين، اللي هو شهر رمضان، اللي واجب علينا نستقبلوه ونعيشوا الأجواء ديالو الربانية. وأحسن استقبال هو مزيد من العبادات والطاعات والتقرب من الله تعالى أكثر وأكثر، هذا فيما يتعلق بالجانب الروحي في هذا الشهر الكريم. أما الجانب المادي فكيتجلى بالخصوص في العديد من الوصفات اللي ما يمكنش ندوزو رمضان بلا بها. من هذه الوصفات بغيت نشارك معكم طريقتي في تحضير سلو مغربي بامتياز، عنده واحد الذوق لا يوصف صراحه، كيجي اكثر من رائع كيف ما كتشاهدوا معايا، لا في القوام ولا في اللون ديالو ولا في المذاق، كيجي رائع واكثر من رائع. نتمنىكم تجربوا هذه الوصفه ونتمنىها تنال الاعجاب ديالكم. ما نطولش عليكم، ندوزوا المقادير وطريقه التحضير. بسم الله على بركه الله، عندي 2 كيلوغرام ديال الدقيق اللي حمرته في الفرن، كنشعل العافيه الفوق والتحت وكنقص عليه، يعني تكون عافيه مهيله مع التحريك المستمر. من بعد كنغربلوه 2 مرات حتى لثلاثة باش كنتخلصوا من دوك الكويرات اللي كيكونوا فيه. عندي كيلوغرام ديال الكاوكاو اللي حمرته في الفرن وحيدت ليه القشره ديالو وطحنته، النصف ديالو لينته جيدا والنصف الاخر غير هرشته، من بعد خلطتهم مع بعض. عندي كيلوغرام ديال اللوز اللي نقصت منه زلافة ووضعتها في ماء غليان وخليته 10 دقائق، من بعد زولت ليه القشرة ونشفته جيدا وقليته في الزيت حتى حصلت على هذا اللون الذهبي والقرمشة الرائعة. بالنسبة للكمية الأخرى اللي تبقات من اللوز، خديت واحد المنديل وفزقته بماء الزهر ومسحته جيدا، عاد باش وضعته في الفرن يتحمر على عافية مهيلة حتى كيتقرمل، عاد من بعد كنطحنوه، يعني كنطحنوه بالقشرة ديالو. بالنسبة للجنجلان عندي كيلوغرام ديال الجنجلان اللي غسلته من قبل ونشفته جيدا وعاد باش نقيته جيدا، عاد باش طحنته. وعندي زلافة ديال الجنجلان اللي مغسولة ومنقية ومحمرة وكنخليوها على هذا الشكل، يعني كنخليوه صحيح الجنجلان صحيح كما كتشوفوا معايا. بالنسبه للجنجلان يعني النصف لينته جيدا والنصف هرشته. غادي نحتاج 380 غرام ديال سكر ثقيل، اي سكر كلاصي. غادي نحتاج 4 المعالق ديال النافع و 4 المعالق ديال حبه حلاوه اللي نقيتهم جيدا وحمرتهم عاد باش طحنتهم. عندي زريعة الكتان 200 غرام ديال زريعة الكتان، عندي 200 غرام ديال إلان اللي منقيين جيدا ومحمرين كذلك، عندي 2 معالق كبار ديال القرفة، عندي قبيصة الملح تقريبا ربع ملعقة صغيرة، عندي القليل من المسكة الحرة اللي دقيتها مع ملعقة ديال سكر سنيدة، وعندي الجوزة اللي غنستعمل غير النصف ديالها، لحقاش جوزة كبيرة هادي. عندي 300 غرام ديال الزبدة طبيعية اللي دوبتها حتى عطاتني هاد اللون وحيدت لديك الكشكوشة اللي كدير من الفوق، وغادي نجمع سلو ديالي بزيت العود هكذا باش نحصلو على واحد سلو اللي يكون صحي 100%. ما علينا دابا غير نجمعو هاد المكونات. اولا غادي ناخد واحد القصرية او قصعة تكون كبيرة في الحجم،
او اناء يكون كبير عندكم اللي باش تسهل عليكم العمليه ديال الخلط. غادي نضيف اولا الدقيق، وكنأكد على هذه العمليه ضروري يكون يعني مغربل جوج مرات حتى لثلاثة. غادي نضيف كاوكاو، اللوز. اللوز صراحه ملي كتحمروه بالقشره ديالو وكطحنوه وكتضيفوه للسلو كتجي فيه واحد النكهه رائعه، يعني حسن ما تضيفوا اللوز كامل مقلي في الزيت، صراحه كيجي محمر بالقشره ديالو كيعطي واحد النكهه يعني غزاله غزاله للسلو. غنضيف ايضا الزنجلان، بالنسبه للزنجلان راني النصف ديالو يعني لينتو جيدا والنصف الاخر غير هرشتو وعاد خلطتهم مع بعض. زريعة الكتان، الا بغيتو سلو ما يضيعش لكم ويدومكم مده طويله بالنكهه ديالو، يعني تبقى فيه النكهه ديالو اللي كيكون فيها اللي كتكون فيه في الاول، ما عليكم غير تحمروا هاد المقادير كامله يعني تحمروها، يعني خاصها تقرمل عاد باش تضيفوها للسله. يعني حتى كنضيف هاد المكونات اللي ذكرت معكم كامله، وكنضيفو ايضا القليل من الملح، يعني ضروري ما كنساوش، والقليل من المسكه الحره. دابا غادي نحك الكوزه. بالنسبه للكوزه راه حتى هي حمرتها وضعتها وسط الزنجلان ملي كنت كنحمر الزنجلان، وضعت هاد الحبه ديال الكوزه وضعتها وسط الزنجلان وانا تنحمر الزنجلان، يعني حتى هي راها تحمرات، يعني كنأكد على هاد المساله انكم تحمروا جميع المقادير اللي كتضيفوهم للسلو. وتحمروهم وتكون عافيه مهيله كتجي فيهم واحد القرمشه وفي نفس الوقت يعني محمرين يعني ما محروقينش. وفي الاخير كنضيف سكر ثقيل. بالنسبه للسكر الثقيل اللي ما بغاش يضيف سكر ثقيل وبغى يعوضه بالعسل، يعني حتى العسل راه كيجي في سلو كيجي رائع. ما عليا دابا غير نخلط هاد المكونات كاملين، يعني حتى كندمجهم كاملين وكنحصل على واحد يعني الخليط يكون متجانس، وكنحاولوا نحلوا دوك الكويرات ديال القوام اللي تيكونوا يعني متكتلين. كيف ما كتلاحظوا من بعد ما خلطت هاد المكونات مع بعضهم وحصلت على هاد القوام هذا، يعني كنحاول نحل دوك الكويرات كاملين كيف ما كتلاحظوا، يعني المكونات كاملين راهم اندمجوا مع بعض. صافي دابا ما عليا غير نضيف السوائل. اولا كنضيف الزبده، كيف ما كتلاحظوا اللون ديالها راه كي من فاش كتولي في هذا اللون كتعطي واحد النكهه رائعه للسلو. وغنضيف زيت الزيتون، ما نضيفش الكميه دفعه واحده وانما تدريجيا، وانا تنخلط هكذا يعني حتى كنحل دوك الكويرات كاملين، وكنضيف الزيت شويه بشويه. انا عندي هاد القصريه راها صغيره شويه، يعني كتجيني العمليه ديال الخلط شويه صعيبه. غادي نحاول نقسم هاد يعني هاد الخليط نقسمه على جوج باش تسهل عليا العمليه ديال الخلط. نتوما من الافضل يعني تخلطوا في واحد الاناء يكون كبير هكذا باش تخلطوه في مره واحده من الافضل. انا في هاد الاثناء راني قسمت الخليط على جوج، يعني غادي نخلط هاد النصف ونخلط النصف الاخر، عاد من بعد غادي نجمعهم
كيف ما كتلاحظوا ضروري ما تخلطوا جيدا وتحاولوا تدلكوا هذا السلو، يعني كون ما دلكتوه وعطيتوه وقته في التخلاط يعني كيجي رائع، يعني حتى كيندمجوا جميع المكونات مع بعض وكيطلقوا ديك النكهه ديالهم. غنزيد القليل من الزيت. دابا تقريبا قربنا نحصلوا على داك القوام اللي صراحه خصو يكون في السلو. تقريبا هزت لي لتر قل ربع هكذاك ديال الزيت، يعني تنبقاو ندلكو في السلو حتى كنحصلوا على واحد القوام يعني اللي نجمعوه بيدينا ويتجمع معنا سلو. يعني كيف ما كتلاحظوا راني خلطت هذاك النصف الاخر وزدتو على داك النصف الاول اللي خلطت وحصلت على هذا القوام. كيف ما كتلاحظوا يعني من كنجمع سلو كيتجمع معايا بهذا الشكل هذا، صافي اذا سلو راه يعني هذا هو القوام اللي خصو يكون فيه. من الافضل ما يكونش مزيت بزاف وما يكونش ناشف. انا الصراحة هذا هو القوام اللي تعجبني وصراحة كيجي سلو رائع واكثر من رائع. وهذا هو الشكل النهائي ديال السلو ديالنا من بعد ما خلطته، يعني كنحصلوا على واحد السلو اللي كيكون المذاق ديالو هائل. حاولت نقدمه لكم بهذا الشكل هذا، صراحة شكل راقي شكل جميل، وحاولت نقدمه لكم بشكل اخر كيف ما كتشاهدوا حتى هو اكثر من رائع، كيجي غزال. والاهم من هذا سلو رائع ومذاق ديالو لا يوصف. كنتمنى تجربوا هذا السلو وكنتمنى ينال الاعجاب ديالكم وكنتمنى ينجح معكم كيف ما كينجح معايا انا دائما، اللي صراحه هذه الوصفه عندي معتمده اللي ما كنغيرهاش نهائيا. لحقاش كتجي غزاله لا في القوام ولا في المذاق، واللون ديالو كيجي صراحه اكثر من رائع. الى عجبكم الفيديو ديالي ما تبخلوش عليا باللايك ديالكم، وما تنساوش تخليو لي تعليقاتكم الرائعه بحال اللي كتخليو لي دائما تعليقات محفزه، صراحه بدعمكم دائما نستمر. وكنشكركم على التعليقات ديالكم. الناس اللي كيزوروا القناه لاول مره ما عليكم غير تضغطوا على زر الاشتراك وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد ان شاء الله، وما عليكم غير تبارطاجيو الفيديو مع الاهل والاحباب والاصدقاء باش تعم الفائده. وحتى لهنا كنكون وصلنا لنهايه الفيديو، كنقول لكم عواشركم مبروكه والله يدخل عليكم رمضان بالصحه والسلامه وطول العمر. الى فيديو قادم ان شاء الله، دمتم في رعايه الله.